السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي نطرق لتقويم تعلمات الوحدة الثانية ودعمها وتوليفها الجديد في الرياضيات السنة السادسة من التعليم الابتدائي، الصفحة 45 والصفحة 46. إذا غادي نبداو بأول تمرين. أكمل العدد الأول 95463. إذا هنا يعني بكل بساطة يعني هنا خاصنا نفكو الرقم، خاصنا نفكوه يعني تفكيك العدد. كيف ذلك؟ نعم، إذا كما قلنا 95463 يساوي، إذا أول شيء هذا رقم يعني هذا الرقم هذا شنو فاش غادي نضربوه؟ نضربوه في واحد العدد، دونك 9 غنضربوه. إذا المكان ديالو هنا الوحدات، هنا العشرات، هنا المئات، هنا وحدات الآلاف، وهنا عشرات الآلاف. إذا 9 في عشرات الآلاف هي يعني 9 غنضربوها في عشرة آلاف، 10,000 زائد 5 مضروبة كذلك. هنا قلنا الوحدات، العشرات، المئات، هنا الآلاف، إذا سنضربه في 1000 زائد 4 مضروبة في 100، نعم، زائد 6 مضروبة في 10 زائد 3. إذا هذا هو ما يسمى بالتفكيك. نفس الشيء، نفس الطريقة غادي نقوم بها العملية الموالية. إذا 4768 تساوي ماذا؟ عدد ضرب 1000. شنو هو العدد اللي في مكان الآلاف؟ هو رقم 4، نعم، زائد عدد مضروب في 100 زائد عدد مضروب في 10 زائد عدد. إذا هنا المكان اللي كنضربو في المكان اللي كنضربو في العدد ديال الآلاف هو 4، والمكان أو الرقم الذي نضربه في 100 هو 7. أيضا الرقم الذي نضربه في 10 هو 6، والرقم الذي يبقى الأخير هو 8. جيد، إذا نمر لي 6 مضروبة في 1000 زائد 3 مضروبة في 100 زائد، هنا ضربني معاكس، طريقة معاكسة، أعطاك مفكك كنت تعطيني العدد المجموع، زائد 8 مضروبة في 10 زائد 7. إذا غادي نوضع كل حاجة، نضعف المكان ديالها. رقم 7 يعني وحدات، نعم، 8 مضروبة في 10 يعني مكان العشرات، جيد، 3 مضروبة مضروبة في 100 يعني مكان المئات، وأخيرا 6 في مكان الآلاف يعني 6387. بالنسبة للعملية الأولى، 8 مضروبة في 1000 زائد 3 مضروبة في 10، نعم. إذا هنا سأضع مكان الآلاف 8، مكان المئات لا يوجد، إذا صفر، مكان العشرات يوجد هو 3، ومكان الوحدات لا يوجد، إذا صفر. إذا 8,000 و 38. إذا هذا التمرين الأول. نمر التمرين إلى التمرين الثاني، أضع وأنجز. عندنا عمليات، العملية الأولى
73,564 مضروبة في 89. إذن هنا 9 في 4 كم تساوي؟ تساوي 36. نكتب 6 ونحتفظ ب3. 9 في 6 تساوي، قلنا 9 في 4 36، نكتب 6 ونحتفظ ب3. 9 في 6 54. 54 زائد 3 54 55 56 57، نكتب 7 ونحتفظ ب5. 9 في 5 تساوي 45، و5 تساوي 50، نكتب 0 ونحتفظ ب5. 9 في 3 تساوي 27، 27 و5، 27 و5، دونك 32، نعم. 9 في 7 63، و3 66. نضع نقطة، نمر للعدد الثاني. 8 مضروبة في 4 كم تساوي؟ 8 مضروبة في 4 تساوي 32. نكتب 2 ونحتفظ ب3. تساوي 48 و3. 48 و3. 48 49 50 51. نكتب 1 ونحتفظ ب5. 8 في 5 40 و5 5 8 في 5 40 و5 45. 8 في 3 24 و4 28، نعم. 8 في 7 56 56، و2 58. نقوم بعملية الجمع. 6 زائد 6 7 زائد 2 تساوي 9. 0 زائد 1 تساوي 1. 2 زائد 5 تساوي 7. 8 زائد 6 تساوي 14. 8 زائد 6 14 زائد 1 15. 1 زائد 5 يساوي 6. إذا العدد هو 6,547,196. جيد. نمر الآن للعملية الموالية، عملية الطرح. دونك 78,476 ناقص 7,988. دونك 6 ناقص 8 لا يمكن، أضيف العشرات إلى الحدين، إذن 16 ناقص 8 تساوي 8. 5 ناقص 9 لا يمكن، أضيف العشرات إلى الحدين، 15 ناقص 9 تساوي 6. دونك 5 هي 15. 4 ناقص 10 لا يمكن، أضيف العشر إلى الحدين، 14 ناقص 10 تساوي 4. نرجع أضيف الحدين إلى الحدين، نعم، أضيف العشرات إلى الحدين، باردون. 8 ناقص 8 يساوي 0. 7 ناقص 3 تساوي 7. نمر إلى العملية الأخيرة في هذا التمرين. 42,569 زائد 320. نحرص على الوحدات تحت الوحدات، والعشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات، لا بالنسبة للزائد ولا بالنسبة للناقص. ناقص نحرص أيضا على العدد الأكبر، ناقص العدد الأصغر. جيد. إذن 9 زائد 0 تساوي 9. 6 زائد 2 تساوي
ثمانية، خمسة زائد ثلاثة تساوي ثمانية، اثنان زائد لا شيء يساوي اثنان، أربعة زائد لا شيء يساوي أربعة. نمر الآن إلى التمرين رقم ثلاثة. أكون أعدادا من الأرقام الأربعة التالية، يعني ستة، خمسة، وأربعة، وثلاثة، تكون قابلة للقسمة على أربعة. إذا هنا خاصية، شنو كتقول لنا هاد الخاصية هادو؟ هاد الخاصية كتقول لنا أنه رقم وحدته ورقم عشرته مالهم؟ رقم وحدته وعشرته إذا كان قابل القسمة على أربعة، فالعدد بأكمله قابل القسمة على أربعة. كيف ذلك؟ إذا كما تلاحظون هنا، إذا خاصنا نقلب على رقمين وحدات وعشرات ويكون قابل للقسمة على أربعة. إذا أضع الأرقام اللي الاحتمالات اللي نقدر نحطهم. نبدأ بالأول، نبدأ بأربعة، ثلاثون، ندير المعاكس ديالها ثلاثة، الحالة الثانية خمسة مع ثلاثة، نحاولو نديرو المعاكس ديالو ثلاثة وخمسون. افتراض الآخر ثلاثة مع ستة، ثلاثة وستين، وستة وثلاثين، لأنه حنا قالك خاص تكون هاد الأرقام اللي غنكتبوهم اللي مكونين من ستة وخمسة وأربعة وثلاثة يكون قابل للقسمة على أربعة. وحنا كنعرفو الخاصية، خاص كل وحدات العشرة تقابل القسمة على أربعة. إلا كان وحدات العشرة تقابل القسمة على أربعة، فالعدد كامل وخا يكون فيه خمسة ديال الأرقام أو ستة أو، فالعدد بأكمله مالو قابل القسمة على أربعة. جيد، هادشي اللي غنديرو دابا. باقي عندنا احتمالات أخرى، يكون خمسة في الوحدات وأربعة في العشرات، عاود المعاكس ديالو أربعة وخمسون، الحالة الأخرى ستة وأربعون مع أربعة وستون، والحالة التالية ستة وخمسون مع خمسة وستون. هادو كاع الحالات اللي عندنا كاع ليك داكو. أنا غنقلبو بعدا نشوفو شنو، واش هاد ربعة وثلاثين قابل القسمة على أربعة؟ نعم أم لا؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن ربعة وثلاثين اللي قسمنا عليها جوج غطينا سبعة عشر، وسبعتاش اللي قسمتي على جوج غتخرج كعدد عشرين، دونك هادي لا. تلاتة وأربعون نفس الشيء، خمسة وأربعون كذلك، أربعة وخمسون نفس الشيء، هي غير قابل القسمة على أربعة، خمسة وتلاتون نفس الشيء، تلاتة وخمسون غير قابل القسمة على أربعة، ثلاثة وستون غير قابل القسمة على أربعة، ستة وثلاثون نعم قابل القسمة على أربعة. إذا ستة وثلاثون على أربعة تعطينا شحال؟ جيد، تسعة، دونك تسعة في أربعة ستة وثلاثون، دونك العملية مضبوطة، وبالتالي فهي قابل القسمة على أربعة. نعم نمر إلى ستة وخمسون، نعم ستة وخمسون، نشوف واش قابلة القسمة على أربعة أم لا. دونك ستة وخمسين نقسموها على أربعة، شنو العدد اللي نضربو؟ دونكنا واحد، واحد في أربعة أربعة، تبقى لي واحد، ستاش حال فيها من أربعة، فيها أربعة، أربعة في أربعة ستاش. جيد، دونك أربعة عشر، إذا العملية مضبوطة، إذا قابل القسمة على أربعة. نمر إلى خمسة وستون، هل هي قابل القسمة على أربعة؟ لا. ستة وأربعون نفس الشيء، غير قابلة على أربعة، خمسة عدد عشري. أربعة وستون نعم قابل القسمة على أربعة. جيد،
دونك دونك 64 مقسومة على 4، دونك 1، 1 في 4 4، يبقى لنا 6 ناقص 4 كم تساوي؟ تساوي 2. نزلو 4، 24 شحال فيها من 4؟ شنو العدد اللي نضربو في 4 يعطيني 24؟ 6، 6 في 4 24. إذن العملية مضبوطة، إذن فهو قابل للقسمة على 4. أعتذر. جيد. إذا وضعنا هاد الحالات كامل اللي هضرنا عليهم دابا، دونك 64 ونحطو لي كا ديالها، زيد 56 ونحطو لي كا ديالها، نعم ماذا آخر؟ 36 ونحطو لي كا ديالها. جيد. ألوغ 64 الرقم الأول اللي بقينا من هادو، حيدنا 4، حيدنا 6، عطنا بقى لنا 35 بالعكس ديالها. جيد. 53، 56 حيدتي 56 اش غتبقى لك؟ 4 و3، دونك 34، 43، 36 حيدتي 6 و3 بقات لنا 45، العكس ديالها هي 54. إذن هذه الأعداد فهي قابلة للعدد 4 والمكونة من 6، 4، 5 و 3. جيد. إذن مرو نمو إلى تمرين رقم 4. أراد مدرب أن يكون مجموعات من 4 أو 5 أو 6 أو 8 أفراد في كل مجموعة، ما أصغر عدد من الأطفال يمكن من تكوين مجموعات من 4 أو 5 أو 6 أو 8؟ إذن هنا أصغر عدد من الأطفال الذي يمكن من تكوين مجموعات من 4 أو 5 أو 6 أو 8 هو المضاعف المشترك، نعم الأصغر لهذه الأعداد، نعم إذن المضاعف المشترك الأصغر لهذه الأعداد اللي غيكون هو الوحيد غيقدر يكون قابل القسمة على 4 و5 و6 و8 أو ميم طون. جيد. في آن واحد. إذن أول حاجة ممكن يجوز طرق، يا إما غنشد رقم 8 وغادي ندير 2 ضرب 2 ضرب 2 ونشد رقم 5 ونفكو كذلك 5 في 1 ونشد كذلك 6 تساوي 3 ضرب 2، وكما كتشوفوا هنا بحال غتشينا واحد 2 مع 2 غتولي عندنا 2 في 2 4، 4 في 3 12، 12 في 5 تساوي، إذن هنا كما قلت غادي بهذه الطريقة هذه اللي غتفكك وغنضربو كذلك في العدد 4، 4 يساوي 2 في 2، غنحيد هاد 2 من هنا و 2 من هنا و 2 من هنا باش تلقى المضاعف الأصغر. دونك اعتذر، دونك 12 كما قلت مضروبة في 5 تساوي 60، وأضربها أيضا في 2 تساوي 120. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية كتقول غادي نجيب أبسط طريقة ونجي نوضع المضاعفات، المضاعف ديال رقم 4، يعني 4 في 1 4، 4 في 2 8، 4 في 3 12، 4 في 4، أبقى غادا حتى غنوصل لواحد العدد اللي هو 120 اللي غيكون عندنا 4 مضروبة في 30. إذا 4 مضروبة في 30 تساوي 120. نعم، عاوتاني نفس الطريقة
العدد الثاني خمسة وندير المضاعفات ديالو، خمسة عشرة خمسة عشر عشرون، وغنبقى غدا حتى نوصل لواحد العدد اللي هو خمسة مضروب في أربعة وعشرون، غتلقاها هو مئة وعشرون. هادول الأصغر مضاعف المشترك بهم كاملين. كذلك ستة غتبقى ستة اثنا عشر، وانت غادي تمانية عشر أربعة وعشرون، صفر واحد ستة صفر جوج طناش صفر تلاتة تمنطاش صفر ربعة ربعة وعشرين صفر خمسة، وانت غادي حتى توصل ستة مضروبة في عشرون تساوي مئة وعشرون. نمو إلى تمانية نفس الشيء، تمانية في واحد تمانية، تمانية في جوج ستة عشر، تمانية في تلاتة وانت نفس الشيء حتى توصل تمانية مضروبة في خمسة عشر، غتلقاها هي مئة وعشرون. إذن المضاعف المضاعف الأصغر أو المضاعف المشترك الأصغر هو مئة وعشرون. مفهوم؟ إذن مئة وعشرين. المدرب غيكون مجموعات من أربعة وخمسة وستة. إذن أصغر عدد من الأطفال الذي يمكن من تكوين مجموعات هو 120 طفل. هذا هو عدد الأطفال التي تتراوح في القسم، باش نقدروا نقسموا لهذه المجموعات اللي كتكون من أربعة أو خمسة أو ستة أو ثمانية أفراد في كل مجموعة. الآن مويلت من رقم خمسة، اشترى أحمد 3 كيلوغرام من التفاح وأدى مبلغ 68.4 درهم، ما 8 كيلوغرام واحد من التفاح. إذن بكل بساطة إذن أحمد شرى 3 كيلو ديال التفاح، 3 كيلو من التفاح، نعم، وخلص هذاك البائع شحال خلصو 68 كيلو. إذن كما أشرت بغينا نعرفو شحال أو ما 8 كيلوغرام واحد من التفاح. إذن غنشدو 68.4 ونقسموها على 3 كيلوغرام. إذن ستة نأخذ الرقم الأول، ستة شحال فيها من ثلاثة؟ فيها اثنان، اثنان في ثلاثة كم تساوي؟ ستة. إذن ستة ناقص ستة تساوي صفر، غنزلو ثمانية، ثمانية شحال فيها من ثلاثة؟ نعم، فيها اثنان، اثنان في ثلاثة تساوي ستة، دونك نضبطو بدا ثمانية، نقسم لنا اثنان في ثلاثة ستة، ثمانية ناقص ستة كم تساوي؟ اثنان، عندنا الفاصلة، نزلو الفاصلة ونهبطوها ضرب أربعة، أربعة وعشرون كم فيها من ثلاثة؟ نعم، ثمانية، ثمانية في ثلاثة أربعة وعشرون، نقوم بعملية الطرح، أربعة ناقص أربعة تساوي صفر، اثنان ناقص اثنان تساوي صفر. إذن نعم ثمن، إذن ثمن الكيلو كيلوغرام واحد، ثمن كيلوغرام الواحد نعم من التفاح هو 22.8 درهم. نعم، إذا مويلت من رقم ستة، وزع الأب 126 درهما على 4 أطفال من أفراد الأسرة، احسبوا المبلغ الذي حصل عليه كل طفل.
إذا نقوم بتقسيمة 120 درهما، إذا 126 درهم نقسمها على 4. نأخذ رقم الأول، واحد هنا ميمكنش رقمين، 12 شحال فيها من 4، إذا 3، 3 في 4 12، 12 ناقص 12 تساوي 0، نزلو 6، 6 شحال فيها من 4، إذا فيها 1، 1 مضروب في 4 سي 4، 6 ناقص 4 تساوي 2. هنا كن حنا كنفترض واحد الصفر من هنا، ملي كتكون عندنا الفاصله كنديرو منين بغيو نوضعو الفاصله نديرو هنا صفر ونزلوه. دونك 20 شحال فيها من 4، 5، 5 في 4 20، 20 ناقص 20 يساوي صفر. اذا هنا العمليه مضبوطه، وبالتالي ماذا؟ نعم، اذا المبلغ الذي حصل عليه كل طفل، الذي حصل عليه كل طفل هو 31.5، نعم، درهم. جيد، الآن نمر لتمرين رقم 7، ليكزيرسيس 7. أشنو تيقول التمرين هذا؟ ليكزيرسيس 7 يقول سارة إكخي 1.47 ديفيز بار 7 إتيغال 2.1. جيكسبليك بوكوا لا ريبونس ني با كوريكت، جو بوز إي جيفيكتو لا ديفيزيون. إذا قالك اشرح لي وقول لي علاش هاد لا ريبونس، هادي هاد الجواب هذا راه خطأ، نا با كوريكت راه خطأ، يعني حاول تقوم بهاد إنجاز هاد العملية هادي. إذا عندنا 1.47 مقسومة على 7، إذا 1 واش ممكن نقسمها على 7؟ لا يمكن، إذا نضع صفر، صفر، إذا صفر في 7 سي صفر، ونزلنا سي 1، فاصلة عندنا، نوضع هنا الفاصلة، ونزل هاد 4، 14 شحال فيها من 7؟ فيها 2، 2 في 7 تساوي 14، نعم. 14، 14 ناقص 14 كم تساوي؟ 0. إذا نزلو 7، 7 شحال فيها من 1؟ من 7، 7 شحال فيها من 7؟ فيها 1، 1 في 7 تساوي 7، إذا 7 ناقص 7 يساوي 0. إذا عوض باش تدير 0.21 تالت هنا 2.1، إذا هنا سارة لا ريبونس عندها خطأ، وحنا الآن قمنا بتصحيح ديالها. جي الآن غادي نمرو للتمرين ليكزارسيس 8، نورمالمون هنا غادي يجينا هادشي مراول، اللي جينا نبقاو نلونو هنا ونلونو هنا ونلونو. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نقول أنايا لي نومبغ نكتبهم هنا تو سامبلومون، وانت في الاخر غتلونو بالكولور اللي شرطوه عليك تما، داكوغ. اون بلو تو لي نومبغ ديفيزيب باغ دو، حنا كنعلم ان القواسم ديال اثنان هما اللي تيكونو الاعداد الزوجية، يعني رقم وحدته صفر او اثنان او اربعة او ستة او ثمانية. اذا هادشي اللي غادي يكون هنا نيت. دونك اون بلو تو لي نومبغ ديفيزيبل باغ دو، les nombres exercice 8 les nombres divisibles
2 اذا لي نومبر ديفيزيبل بار 2 كاع لي نومبر لي رقم وحداته صفر 2 4 6 8 سامبلومون 2 12 يعني السطر كامل هذا كامل 6 ديال 8 ديال 10 هادو كاملين راه رقم وحداته 2 او 4 او 6 او 8 او 0 وهادو الا كانوا رقم وحداته كما قلنا فهو راه قاسم او قابل قسمة على 2 على 2 اذا 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 نفس الشيء ديال الأربعة إذا أربعة 14 24 34 44 54 64 74 84 94 نفس الشيء ستة دونك ستة 16 26 36 46 56 66 76 86 96 8 18 28 38 48 58 68 78 88 99 نعم حتى 10 دونك 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 إذا يقابل كم يقابل قسمة على اثنان اون جون تو لي نومبر ديفيزيبل بار 3 إذا اللي قابل قسمة على ثلاثة هما إنها تاخد بالصفر يعني اون جون غتلونو بالأصفر غادي ندير بحال هكا نسطر أنا ونكتبلو تاني اون جون باردون اون جون فوالا تو لي نومبر Tous les nombres, voilà, tous les nombres divisibles, divisibles par 3. Donc, c'est bon. Donc, il y a une équation qui se met à la tenette, ou tenette, sta, tsot. 12 15 18 21 24 واش دابا بالضبط ديال 3 3 في 1 3 3 في 2 6 3 في 3 9 3 في 4 12 3 في 5 15 3 في 6 18 3 في 7 21 3 في 8 24 وحنا غاديين 24 27 او بطريقه اخرى كنزيد ب 3 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 63 63 نزلت 3 هي 66
تسعود وستين، تسعود وستين، اتنين وسبعين، 75، 78، 81، 84، 87، 90، 93، 96، 99. إذن هذا الأعداد اللي قلنا دابا فهي قابلة للقسمة على 3. نعم، إذن مروا الآن يكون en rouge tous les nombres. Donc en rouge يعني بالأحمر، en rouge tous les nombres divisible par 5. يعني باش يكون خاصي كتقول انا بغيت نكون قابل القسمة على 5 تيكون رقم واحد تي صفر صفر او 5. اذا قابل القسمة على 5 قلنا رقم واحد تي صفر او 5. دونك باين لي صفر راه باينين او 5 كما راه باين 5، 15، 25، 35، 45. دونك هذا بالاحمر كما كتشوفوا هنا، هذا بالأحمر كامل يعني 5، 15، 25، 35، 45، 55، 65، 75، 85، 95، وكذلك حتى لرقم واحد تي صفر اللي هي 10، 20، 30، 40، 60، 70، 80، 90، 100. فهي قابل قسمة على قابل قسمه على 5، لي نومبر ديفيزيبل باغ 5. دونك رقم وحداتي يا اما 0 يا اما 5. جيد، اون فيغ يعني بالاخضر، ما حدايش دابا قلم اخضر، اذا غادي نكتب بالازرق نيت. اون فيغ تو لي نومبر ديفيزيبل باغ 9، باغ 9 يعني حتى هو اللي يبقى غادي ب 9 تو سامبلومون. دونك 9، 18، ولا رديتو البال هنا راه دايرين لهم ليكم مايلين هنا. دونك 9 هنا اون فيغ كيما قلت وكنعاود نقولها بالاخضر. دونك انا ما عنديش ما حدايش قلم اخضر، دونك غندير بهذا اللون هذا. دونك 9، 18، 27، 36، 45، 54، 63، 72، 81. دونك هاد لي نومبر كاملين سي ديفيزيبل باغ 9. داكوغ، مزيان. اون اورانج تو لي نومبر ديفيزيبل باغ 4، و باغ 4 يعني يكون رقم وحداته و عشرته قابلة للقسمة على 4. tous les nombres divisibles par 6 يعني par 6. alors tout simplement نجيو ونتبعهم، القواسم ديال 6 نبقاو غادي ب 6. دونك 6 مايمكنش نجي نبقى ندور غنخربق، اللهم نجي نكتبو هنا 6، 12، 18، 24، 30، 36، 36، 42، 48، 54، 60، 66، 72، 78، 84، 90، 96. فهاد الأرقام كاملة اللي تطرقت لها دابا هي قابلة للقسمة على 6. دونك تو لي نومبر ديفيزيبل باغ 6. داكوغ، مزيان. الآن غادي نمرو ليكزيرسيس، دغنييغ إكزيرسيس في هاد لاباج 40
5. Alors, Tuda dit que si un nombre est divisible par 3 et 9, elle est aussi divisible par 6. Est-ce vrai? Est-ce que vrai? Alors, donne un contre-exemple pour expliquer. Alors, Tuda, que tu jamais l'arqam li qui qabil al-qisma à 3, fa wa qabil al-qisma à 9, ou aussi, hta wa qabil al-qisma à 6. Donc, là, hadi ma kinach hada l-khassiya. Atteouni wahed par exemple contre. Donc, c'est pas vrai, les nombres divisibles par 3 et 9 ne sont pas toujours divisibles par 2. On a dit comme del. Alors l'exemple contre exemple, je vais le bon neuf de l'exercice. Par exemple 20, 27 et aussi 9. D'accord. Maintenant, نكون وصلتكم الفكرة. لكان شي سؤال مرحبا. إن شاء الله لاباج 46 غادي نديرها في فيديو آخر باش ما نطولش بزاف في هذا الفيديو هذا. داكور؟ يلا السلام عليكم.